مشاهدينا مكملين معاكم سلسلة حلقاتنا عن أذكار وأدعية المسلم اليومية. هدفنا أن الأذكار دي تبقى ركن أساسي في حياتنا اليومية. هنتكلم النهاردة عن دعاء مهم قوي أننا ندعي بيه علشان ربنا يحفظنا من الشيطان. الدعاء هو: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. برحب بضيفنا فضيلة الشيخ أشرف مكاوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا يا دكتور أشرف، الشيطان هو عدونا الأكبر والأول صحيح. والأخير، لكن إحنا للأسف في حياتنا اليومية بننسى الحكاية دي. صحيح، نسينه. يعني هو مش بينسانا طبعا ومركز معنا، لكن إحنا اللي نسينه. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة إن العلاقة ما بيننا وما بين الشيطان علاقة قائمة على العداوة، وعداوة متأصلة قديمة من عهد خلقة آدم، وكلنا عارفين كيف تأبى إبليس على أمر الله ورفض أن يسجد لآدم، وما آدم إلا قبلة يتجه إليها ويسجد، والسجود لأمر الله سبحانه وتعالى طبعا. ولكن هو رفض وتأبى وتمرد على الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن طرد من الجنة وطرد من رحمة الله واستحق اللعنة إلى يوم القيامة. قال طب بقى مين اللي سبب في الحكاية دي كلها؟ مش آدم ده؟ طب لا أحتنكن ذريته. يعني إيه؟ يعني أنا هسيطر على ذريته. أحتنكن بمعنى أحط اللي جنب في الحنك واركب وسيطر على الفرس اللي أنا راكبه ده. فالفرس اللي انا راكبه طول ما اللي جنب في ايديا انا مسيطر عليه طبعا. اهو نفس الكلام بيقول، انا هخلي ذريته بنفس الطريقه. انا هسيطر عليهم. اعوذ بالله. وحلف على كده، قال له فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين. في ناس مش هقدر عليها. يا رب اجعلنا منهم. امين يا رب. لكن شوف بقى الباقي كله، ها، اللي هو غير المخلصين دول، انا ها وراهم والزمن طويل. لاغوينهم، وحلف وقال لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. فبقت عداوة قديمة ما بيننا وما بين إبليس. طبعا إبليس ده الأب الكبير، ده الأب الكبير، لكن فيه شياطين تانية اللي هم ذريته. ربنا يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يعني هو إذا كان الكبير ده الرئيس الكبير بتاع الشياطين، ففي شياطين صغيرين ذريته. هو بقى متسلط كوضع خطط كليه، ده الكبير بقى. طب واللي حواليه بينفذوا الخطط؟ فالشياطين منتشرين ما بيننا. المشكله في عدونا ده ان احنا مش شايفين. انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. والمشكله في عدونا ده ان هو بيخطط بماشي بمنهجيه، يعني مش كده، مش سبهلله كده، مش ماشي الامور بعفويه. لذلك ربنا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ماشي معاك بخطواته بمنهج. فدي مشكلة إبليس معانا ومشكلة الشياطين معانا. مشكلة الشيطان ده كمان انه ما بيكتفيش بان هو يشتغل لوحده من ورا ستار، لا ده بيتخذ اولياء من شياطين الانس ويبقوهم اعوانه يساعدوه ويوحي اليهم. شوف، وربنا يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فيصلت دول علشان هم اللي يبقوا في الشاشة. هم اللي في ظهرين، هم اللي بينفذوا. وأنا بستأنس بقى بواحد إيه، واحد من بني من بني جنسي، بني طبع. آدم زي زيه طبع. فبيكلمني، وممكن يكون صاحبي، ممكن يكون صديقي، ممكن معرفتي وهكذا، فبياخدني في النهاية إلى الطريق الخطأ. وهكذا. فالشيطان مشكلته كبيرة جدا جدا. لذلك شوفوا بقى ربنا يقول لنا كلمة مهمة، يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انت بقى اوعى تغفل عن حقيقة العداوة. ناخد بالنا بقى، تاخد نصحاله يعني، ما تغفلش. لو غفلت عنه ها هيتدرج بيك. وزي ما قلنا هو راجل بتاع مناهج. يعني عامل خطه، عامل خطط دايما، ما بيلعبش كده. يعني خطوات، يعني هو عارف انك انت راجل بتحب التدين، يدخل لك من المدخل ده عشان في النهايه يوصلك لحاجه تانية. يلخبط لك الاولويات عشان في النهايه ها تقع في المفضول ما تعملش الافضل. ها يخلي لك بس انك انت تغفل عن المستحبات والاداب، عشان لما تغفل عن المستحبات والاداب يوم يحصل عندك وهن في الدينونه، فتلاقي نفسك انتقلت الى التساهل مع السنن، تلاقي شوية ضعفت الدينونة أكتر فتتساهل مع الفرائض.
شوية تلاقي نفسك اتجرأت على المعاصي فيتدحرج بك واحدة بواحدة. هو دي الشيطان كده، انه يبعت لك يخليك تدخل في حاجة هي ظاهرها خير وهو هياخدك من وراها الى شر. فلازم أن تكون واعي قوي ومنتبه قوي، ودي كلمة ربنا. فاتخذوه خليه عدو دايما قدامك وخليه حاضر في ذهنك. يعني الجهاز الوعي بتاعنا، لازم أن يكون دائما فيه الركن ده قدام عينينا واخدين بالنا منه، لان هيجينا منه شرر، لان الخطط كلها بتطلع من ركن ده. طبعا اذا ما كنتش شايف الشيطان زي ما قلت، فانا شايف حزبه، شايف اولياءه، شايف اقربائه، شايف شياطين الانس، هو بيحركه. يعني حتى ديت واضحة، لازم تقول كمان واضحة في ذهننا. وذلك ربنا سمى كل هؤلاء الكفرة اللي بيحاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى، قال أولئك حزب الشيطان. كلهم حزب واحد. ها طب هو فين هو أصلا؟ هو ورا الستار، هو اللي بيخطط، لكن كل دول بينفذوا. فلازم تاخد بالك من اللعبة دي كلها وتفهم القصة دي. هنا بقى سيدنا النبي يقول لنا حاجة مهمة عليه الصلاة والسلام، بيقول تعوذوا بالله من الشيطان. أحلى. ليه؟ أصل عدوك لن يكفيك شره إلا خالقه. لأن عدو ماكر وعدو خفي، ها؟ فربك هو اللي يكفيك همه. استعين بالله عليه، إلجأ إلى الله، اعتصم بالله، قل له يا ربي أنا في حمايتك، لن يكفيني شره إلا أنت. يا ربي أنا في جوارك، أنا في صيانتك، صني منه، احفظني منه، اعوذ. هذه كلمه معنى اعوذ، يعني دخلت في، ايوه دخلت في حصنك، دخلت في حمايتك، اكفيني يا ربي، الوذ بك منه، وهكذا. طيب في ثلاث حاجات بقى النبي قام مركز عليهم في الاستعاذه دي. يعني لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص كده ماشي واضحه، لكن لا، ده قال لي في ثلاث حاجات بالذات ركز عليهم. ايه هم بقى الثلاث حاجات؟ قال من همزه ونفخه ونفثه. التلاتة دول مصايب كبيرة قوي، فيا رب يكفيني شر التلاتة، الهمز والنفخ والنفث. كل واحدة ليها معنى، كل واحدة لها معنى. نشرح فيها ولا عايزين نشرح فيها؟ الهمز يعني ممكن تبقى أسهل واحدة احنا ممكن نبقى فاهمينها، اللي هي ايه؟ انه يعني زي ما احنا بنقول ده بقى عمال بالهمز واللمز، يعني تحريك. لا، هي اصل كلمه همز معناها الحركه، الحركه. فهمس الشيء يعني حركته. وكانه هنا الشيطان بيحرك حاجه جوانا. ولذلك ورد في القران في سوره المؤمنون، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. ايوه دي الهمزات، تحريكات. بيحرك ايه؟ بيحرك ايه بقى؟ قوى الشر اللي في نفسنا. في شهوات طبعا، في عدوانية طبعا، في انتقام، في غضب، في قوة في الشر في داخلنا يقوم يحركها. غيرة، مشاعر غيرة، مشاعر كره، بالظبط، مشاعر غل، بالظبط. ده هو بقى شغال الايام دي قوي، هو هو زماننا ده شغال. لا بياكل عيش كويس يعني قوي قوي، بيحرك تمام. فهو ربنا بيقول لنا ادعوا دايما بالاستعاذة بي من همزاته، من تحريكاته. هو بيحرك ايه؟ بيحرك قوى الشر في نفوسنا. التحريك ده عن طريق وسوسة، عن طريق إثارات، عن طريق سبل معينة يدخل فيها إلى مكامن معينة في النفس ويثير فيها، فيثير الأنا عشان تتضخم في النفس، يثير الغضب، يثير الشهوة، يثير حب المال، يثير المنصب والجاه ويضخمه في نفسي، وهكذا يحرك حاجات معينة في نفسي لغاية ما في النهاية بعد تحريك القوة الداخلية إيه اللي يحصل؟ القوة الخارجية تشتغل، اللي هو البنية الجسدية ده، اللي أبدأ أتحرك بقى في الاتجاه اللي هو عايزه، ومدام هيحركني معروف هيحركني يوصلني فين. لأن ربنا يقول إيه؟ يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني ايه يامر بالفحشاء والمنكر؟ هو بيقول لي ومن يتبع خطوات الشيطان فهو بيامر بالفحشاء والمنكر. طب انا ايه قصتي؟ انك هتقع في الفحشاء والمنكر طبعا، النتيجه الطبيعيه ان هو هيامرك وانت هتنفذ طبعا. وما قالش فانه يوحي بالفحشاء والمنكر، فانه ينصح بالفحشاء والمنكر، انما قال يامر. يامر يعني ايه؟ سيطر خلاص، يعني ليه سلطان الامر. ولا يكون الانسان امرا الا ان كان مقابله عنده استعداد لان يكون مامورا. بالظبط.
ولذلك عندنا مالك ابن نبي يقول الشعوب بتاعتنا ده العربية ده عندها قابلية للاستعمار. فجيه الاستعمار يستعمر امتى؟ لما لقاهم عندهم استعداد انهم يستعمروا. عنده فقد الهوية، فقد الاعتزاز بالذات، فقد الوعي، فكانت النتيجة ان هو ايه؟ عنده استعداد ان حد تاني يسيطر عليه. او نفس الكلام مع الشيطان، انا عندي قابلية لان اكون عبدا له، عندي قابلية ان انا اتأمر بامره، عندي قابلية ان انا اكون طوع ارادته، هو على طول بينتهزها فرصة. يعني ايش فرعنك يا فرعون ما لقيتش حد يصدني؟ ها فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. هم عندهم استعداد فده لقى الفرصة. او الانسان نفس القصة، انت عندك استعداد اصلا ان تلاقي واحد يطغى عليك اللي هو الشيطان، عندك استعداد ان هو يأمرك وانت تنفذ، عندك استعداد تبقى كرة في رجله، انت اصلا مهيئ لكده. فعدم وعيك ده وحالتك الغبية ديت هو اللي خلاته يأمر. طب ولما هيأمر بالصلاة يعني على النبي، يعني هيأمر بإيه يعني؟ هيأمر بالفحشاء والمنكر طبعا. طب والنتيجة إيه؟ بما إنك أنت ضعيف ومستسلم للشيطان يبقى هتقع في الفحشاء والمنكر بالظبط، فينتشر الفحشاء والمنكر. أهو ده اللي حصل بالظبط مع معركتنا مع الشيطان. إنه بيأمر وإحنا مستعدين، فبيدحرجني أقع في النهاية في إيه؟ في منكرات، أقع في فواحش، أنشر معاصي، وهكذا وهكذا. فإذا الهمزات الشياطين يعني تحريكات الشيطان لجهة معينة، عمرها ما هتكون جهة الخير أبدا، للوحش اللي جوانا، عشان أنا عندي استعداد وهو عاوز يوصلني لهدف أكثر. والشيطان ذكي، يعني هو مثلا لما هيروح لواحد عنده شوية ضعف كده، ده هيحاول يخليه ينزل لدرجة أدنى من كده. طب واللي نزل واللي في الدرجة الأدنى هيخليه لأدنى منها، لغاية ما في النهاية يوصله للشرك والكفر. وليس بعد الكفر ذنب. يعني هو الشيطان ذكي في الحاجات دي، يخليك تعمل مكروهات، حاجات صغائر. طب ماشي، انزل من المكروهات للصغائر، مش هيسيبك عند حد الصغائر، هيوصلك للكبائر. الكبائر هيحركك تاني لأدنى من الكبائر، للبدع، للأفكار الضالة. طب هيحركني الافكار ضاله في النهايه، ممكن اوصلني فين؟ لضعف الايمان، ضياع الايمان، ان انا مش حاسس بالله اصلا. والعياذ بالله، مش حاسس بالله. فيتجمد الايمان في قلبي، فبقى انسان خلاص كاني والكافر سواء، مش حاسس بالله سبحانه وتعالى. ممكن بقى يصرح بيها بعضهم يوم الملاح ده، يقول لك ما فيش حاجه اسمها الله اصلا، وما فيش حاجه اسمها اخره، ما فيش حاجه غير. وصلنا بقى لقاع المدينه، صح ولا لا؟ مستنقع القذر، يعني عمل بقى كل هو جايبه كل اللي هو عايزه كده بالظبط. هو كده وصلك لادنى درجه. فالشيطان ما بيقفش عند درجه معينه، لا، تحريكاته مستمره، ويحاول يحركك من ادنى الى ادنى الى ادنى، ما بيحاولش يطلعك لفوق على فكره، ومش هيساعدك. قال فانه يامر بالفحشاء والمنكر، يبقى لتحت طبعا، مش بيامرك بالطهر والنقاء لا 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 ابدا، ينزلنا هو ايه، هو كده ده عدونا، طريقته كده طبعا. فالوعي بقى ان انا اخد بالي من حركات الشيطان، وان انا يبقى عندي وعي من اول لحظه. انا كده على فكره بدا ايماني يضعف. انا لو ما انتبهتش لحالي هنزل لاضعف من كده، هبقى تبع الشيطان على طول، هنزل لادنى من ذلك. انا كده فرطت في السنن، على فكره انا ممكن افرط في الفريضه. انا كده لساني بدا يقول حاجات غلط، على فكره ممكن اقول افحش من كده، صح، وهكذا. خطوة يبقى من اولها، من اول خطوة فوق، ايوه، وهكذا. طيب معنا تليفونات. فاطمة اهلا وسهلا. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. استاذ مهند اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك بس يا شيخ، هو ربنا بيقول في القرآن انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهو الشيطان شايفنا، احنا ما يقدرش نشوفه، ولا هو يتمثل في صورة اشخاص؟ ومعلش كان ليه سؤال تاني برضو، هو في فرق بين الشياطين والجن يعني، ولا دول حاجة ودول حاجة؟ لا، ما هو الشياطين هم الجن او فريق من الجن. انا عندي الجن ده زي كلمة الانس كده، يعني يعني جنس من المخلوقات اسمه البني ادمين، وجنس من المخلوقات اسمه الجن. والانس ها لانه ظهر للظاهر بين. طب والجن لانه خفي، فده عالم العالم الخفي وده العالم الظاهر. طيب في طائفه من الانس ها يحبوا الشر، بيحبوا الشر، مش شيطانيين كده، ها احنا بنقول عليهم كده. طب في طائفه من الجن برضه نفس القصه، مش شيطانيين كده. طيب ابليس ده اكبر واحد في المشيطانين دول، انها مش كل الجن مشيطن، ايوه،
مش شيطان يعني يعني يامر بالفحشاء يامر بالشر يعني شرير شرير بالزبط. مش كلهم اشرار مش كلهم كده زي يعني الناس زي الناس بالظبط متقسمين يعني وان منا المسلمون ها ومنا القاسطون يعني فينا ناس مسلمه وفينا ناس منحرفه قاسط غير مقسط قاسط يعني جائر ومنحرف عن الطريق عن الطريق, عن الطريق. انما مقسط يعني عدل ان الله يحب المقسطين واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يبقى القاسطون يعني الجائرون منحرفون ففيهم مسلمون وفيهم منحرفون الشياطين من الجنس المنحرف ما فيش شيطان من الجنس اللي طبعا فكان دي طائفه منحرفه انما فيهم ناس مسلمه فيهم جن مسلم اقصد فيهم خلق كده مهديين اتقياء يتحروا الرشد كما قال ربنا ففيهم طائفه صالحه وفيهم طائفه تقيه زي الانسان زي الانسان فمش كل الجن شياطين. طيب معانا الاء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. لو سمحتي كان ليا استفسار لفضيله الشيخ كده بعد اذنه يعني لو يفيدنا فيه عشان احنا واقعين في مشكله جامده. اتفضلي يا حبيبتي. بسبب الموضوع اللي حضرتك بيتكلم فيه دوت. هو حضرتك انا اخويا بقاله يجي حوالي 6 سنين كده بيشتكي ان هو عايز يطلق مراته ومش عايز يقعد في البيت ويقول انا عايز كل ما اشوفها احس ان انا عايز اقتلها وعايز ياخد العربيه بتاعته ويرمي نفسه قدام قطر قدام حاجه وهو بيجي مثلا شيخ يقف عليه يتكلم يوناني يعني ولا عربي ولا انجليزي اي حاجه واي شيخ يجي مش قادر على الحاله بتاعته كنا عايزين نتواصل حتى لو اي شيخ يفيدنا بالموضوع ده ان شاء الله حسب اللي هو على حسنين بتاع مجلس الشعب اي طب قولي لي انتوا وديتي اخوكي راح قبل كده لدكتور نفسي؟ حضرتك هو يعني مش موضوع نفسي هو حضرتك انتوا يعني انتوا وديتوه ولا بس الو طب يا حبيبتي حاولي تكلمينا تاني علشان دي نقطة مهمة انتوا المفروض تودوا الاول لدكتور نفسي هو يشوف عنده مثلا وسواس قهري اكتئاب اي حاجة عضوية قبل ما تبقوا انتم مقررين مثلا والشيخ هيقول لك انا عايز اقول حاجة ان احنا بنتكلم عن تحريك الشيطان تحريك الشيطان لقوى الشر دي على فكرة بيكون عن طريق اثارات وعن طريق وساوس الانسان لما يبقى عنده استعداد للوسوسه يوم يسمع كتير من الايه من وساوس الشيطان فيتاثر فالوسوسه ديت وارده ان واحد يكون عنده وسواس طبعا. لكن في اشكاليه بقى ان ممكن الانسان يكون ضعيف لدرجه شديده فتبقى الوسوسه تقيله اللي احنا ممكن بيسموها المس والصرع زي ما سموها مش مشكلتي لكن انا بقول انها لون من الوان الوسوسه وسوسه تقيله بقى المره دي ليه لانه عنده خلل نفسي او خلل ذهني يعني عنده مشكله نفسيه ادت لك او ذهنيه او ذهنية. يعني معنى ذلك ان الطب النفسي ممكن يكون مشترك معنا في القصه دي طبعا فالطب النفسي بيقول في خلل في الذهن في خلل في النفس في اضطراب في نسب معينه مضطربه لان الامراض النفسيه في منها بيؤدي لنفس القصص دي عايز يقتل نفسه عايز يقتل حد لكن انا لا استبعد شديد او حاجه قهريه صحيح. يسمع اصوات يشوف يتهيأ له حاجات كل الحاجات دي في الامراض النفسيه لا استبعد ان الشيطان ينتهز الفرص دي ينتهز طبعا ويوسوس مش عامل بقى يدخل جسمي ويتلبس ويعمل انا مش دي القصه دلوقتي لكن انا بتكلم على الوسوسه قهريه وسوسه شديده يخوفه بقى من كل حاجه بالظبط ليه لانه لا قدامه صيده لا قدامه واحد ضعيف والشياطين معلش في دي الكلمه يعني في دي الكلمه يعني صيع شويه بمعنى ايه فاضيين ما وراهمش حاجه مش هيدور على لقمه العيش زي لا مش زينا ولا هيركب وسط ويتبهدل في القاهره اللي احنا فيها متبهدلين ديت ولا القصه دي بتهمه في حاجه انما كل حاجه عنده سهله ففاضي الفاضي يعمل قاضي الفاضي ملوش لو شاط لماضي احنا شغلته اصلا بالظبط احنا هدفه اللي قاعد عايش له لو ان مجموعه شباب واقفين كده لا مؤاخذه فاضيين فارغين على نص الشارع ولا واحد ماشي لكن شكله خبلانه ورموا له حاجه هيشتغلوا حواليه هيشتغلوا اهل كلمه هيشتغلوا دي اهي دي نفس اللي بيعمله الشياطين معانا لو لقى واحد فينا عنده استعداد انه يبقى خبلانه هيعمل ايه يعني فيه هيشتغلوا هيقعد بقى عليه يعمل عليه شغل يدمره يزود عليه الوسوسه ادي القصه مش هنبدا مس وصرع ويدخل جوه ويعمل لا ابدا هي القصه وسوسه ثقيله يسيطر عليه بوسوسته الكتيره لغايه ما يبقى بلياتش قدامنا ده بيعمل حركات عجيبه ده بيكلم نفسه ده بيرمي عاوز يرمي نفسه ايه القصه دي وسوسه الشيطان مع اصلا هو عنده خلل نفسي واحنا بقى سلاحنا ضد الشيطان ايه احنا بقى هنروح للطبيب النفسي عشان يساعدنا شوية ادي رقم واحد ورقم اتنين اللي هي قوة النفس بالتدرج علشان اقوى قدام عدو ده
وطول ما انا ضعيف هو قوي. فلازم أنا اقوى، تقوى ارادتي، اتحدى اللي حواليا يوعوني دايما، خلي بالك خليك قوي ما تستجبش، لا ما تقولش كده، لا خليك قوي، وهكذا يتني وراه لغايه ما في النهايه يخرج من الاطار ده، مع الاستعانه بالطبيب النفسي والاستعانه بشيء برضه من القران والذكر والاستعاذه والدعاء، كل ده بياخد معانا برضه تاثيره، وقرايه القران والحاجات دي بتقوي النفس بالزبط. طبعا بالظبط، الحاجات دي كلها تساعد. الوضوء بيحصن، الصلاه بتحصن، القران بيحصن، صحيح، الصدقه، قراءه القران، الذكر، الانتباه النفسي، الوعي الذاتي، ان يزداد عندي الوعي، مش هظل دائما ضعيف وسيب نفسي يبقى انا مش هتعالج. لو جابوا لي 20 واحد طبيب و20 واحد بيقروا القران عليا ولا بيعملوا مش عارف ايه، كل ده مش حدش هيساعدني. الاراده أنا يعني اراده، انا لازم يكون عندي اراده في مقاومه هذه الوسوسه، ساعتها انا هستطيع ان اتخلص. ربنا يشفي كل الناس يا رب. معانا تليفون، منى. الو. ايوه حبيبتي، السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. من فضلك انا عايزه اسال سؤال بره الحلقه شويه. اتفضلي يا شيخ، معاكي يا حبيبتي. من فضلك يا شيخ، انا جوزي بيدي لبابا ولمامتي انا فلوس، بس بابا مش محتاج ماديا. جوزها يعني بيدي بابا ولمامتها فلوس، بيديهم فلوس يعني كانها بنيه صدقه مثلا. والله انا عايزه اسال بقى دي تتحسب ايه، وخاصه ان والده ماديا مش محتاج، يعني والده ميسور، ولكن يعني والده حابب ان ابنه يبقى يعني معنويا يعني يديله او كده. طب ومامتك؟ ومامتي لا محتاجة. فهل دي تتحسب من باب زكاة المال ولا صدقة؟ لا، المحتاج يبقى زكاة ممكن، واللي مش محتاج مش لازم أن تكون صدقة، إنها ممكن تكون هبة، ممكن تكون تقرب إلى تودد إلى الوالد، فهو اللي بيعمله مع الوالد ده ما يتحسبش من الزكاة ولا من الصدقة لأنه مش محتاج. الصدقة تكون لفقير أو محتاج. يعني اللي هو بيعمله لابوه ده صله رحم، بر ابوه، صله هبه، حاجه حلوه تودد. يعني حاجه جميله، وان شاء الله يثاب عليها ايضا طبعا، وابنيته الصالحه ان شاء الله ربنا يبارك له. اللي بيعمله بقى مع الطرف الاخر ممكن تكون زي ما انت بتقولي محتاجين، فساعتها تبقى تتحسب بين الزكوات او الصدقات. الزكوات يعني فرائض، يعني فريضه لازم يخرجها، او من الصدقات، لكن قبل ما يخرج يكون ناوي انها من الزكاه. من قبل ما يطلعها، قبل ما يطلعها يكون ناوي انها من الزكاه. انما لو طلعت على انها صدقات ولا هبات والاخر يقول طب يلا احسبها من الزكاه، لا، كمل اول، عاوزين النيه من قبل. ام محمود، اهلا وسهلا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا فندم؟ اهلا حبيبتي، اتفضلي. بس عايزه اسال بس سؤال للشيخ بعد اذن حضرتك. احنا بس عايزين نعلي الصوت. انا على صوتي حضرتك، هو معاك. قولي يا حبيبتي. عايزه بس اسال الشيخ، بقول لحضرتك انا لما باجي اصلي بحس ان في حاجه بتبعدني عن الصلاه، ما بحسش ان انا يعني ايه مقتنع في الصلاه بتاعتي، او ان انا بقرب للصلاه، ومثلا لو عايزه افتح قران بتكلم زي في وسواس بيجي لي في ودني كده، ما تفتحيش قران. فمش عارفه، نفسيتي تعبانه اصلا كمان ومخنوقه بحاجه زي دي، مش عارفه اقرب لربنا. ما هو اللي احنا كنا لسه بنقوله من شوية، ان لو سبت نفسك للحالة دي هتزداد ضعف. المقاومة والمجاهدة هي الاساس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اذا راى الله منك صدقا في المجاهدة لهذه النزوات او النزعات او نزغات الشيطان دي، كل ده ان شاء الله يذهب بهذه المجاهدة والاستعانة بالله جل في علاه. فاستعيني بالله وقولي يا ربي أعني على مجاهدة الشيطان ومجاهدة وساوسه، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. استعيذي بالله كثير من الشيطان وقاومي. يقول لك ما تقربيش من المصحف، طب بالعند بقى هقرب. ما تتوضيش، لا هقوم أتوضى دلوقتي. طب ما تصليش، لا هصلي وهركز وهعلي صوتي في القراءة علشان أسمع القرآن كويس وأركز معه، واكسر من الركوع، يعني اطول في الركوع، اطول في السجود، وادعي واستغرق في الدعاء، الصلاه تبقى حيه. ساعه ما القلب بينور الشيطان بيهرب من نور، الشيطان ما يحبش الا انه يسكن في ظلمه. فالقلب المظلم الشيطان ساكن فيه، طب والقلب المنور على طول بيهرب منه. زي الحرامي لو دخل لقى البيت منور ما يدخلش. ولو دخل لقاه منور على سكينه الكهرباء وينزلها علشان يعرف يسرق في الظلمه. فهم دي شياطين كده يكرهون الانوار. فخلي بالك، نوري قلبك بالذكر والقران والصلاه وكده، والله هيفر منك ويهرب منك. وكما كانوا يقولون يعني ان الشيطان يمر بالرجل بقلبه نور فيفر منه،
يفر منه يهرب. زي ما سيدنا عمر كده كان بيحصل يمشي في الشارع يهرب. تفر الشياطين من كل فج يفروا هنا وهنا وهنا عشان ما يقربوش من عمر. فربنا يجعلنا عمريين كده. يا رب. هنروح لفاصل ونرجع تاني مشاهدينا، خليكم معنا. احنا طبعا بنكمل حلقتنا، وكنت عايزه دكتور اشرف اقول لحضرتك النهارده احنا برضو السؤال اللي حطيناه على صفحتنا على الفيسبوك، ان كل واحد يوصف الشيطان بكلمه، نشوف كده كل واحد احساسه ايه بالشيطان. مثلا نجلاء الشيطان عدو للانسان، دوف خبيث القول والفعل والصحبه، ايهاب الرهان مع الشيطان رهان خاسر، فاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زينة مخلوق من مخلوقات الله، كان من أكبر العابدين لكن انحرف بسبب الأنا، في مثلا سومة الوسواس الخناس، في مثلا هبة إبليس مطرود من رحمة الله، عبد العزيز الشيطان عدو، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلود خبيث وللأسف بيتحكم في عقول ناس كتير، هالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ملعون ليوم الدين، ندى الوسواس الخناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني حضرتك ملاحظ كل حد بيوصفه لازم برضو بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان يحصن يأمن نفسه منه. برافو. في نونو بتقول كثيرا ما دفعني للانتقام والشك في من حولي. الهام ملعون ومطرود من رحمة الله. سوما طول ما الإنسان بعيد عن ربنا الشيطان دايما معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا مكتوبة كتير. تسنيم شيء محروق ليس له قيمة إلا عند الضعفاء. محمد محدش يقدر يوصفه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه. في داليا وسواس، شيري إبليس، أميرة وسواس، مها صديق النفوس الضعيفة، إجلال طاقة سلبية، ولاء ملعون. ملعون بقى ولعين دي مكتوبة كتير جدا، ووسواس وخناس طبعا مكتوبة كتير جدا، وياسمين عدو للإنسان. تمام تمام كله صح كله صح. لان هو الشيطان بالفعل يعني خبيث جدا جدا جدا، في ذاته خبيث، في افعاله وغاياته خبيث، في اساليبه وطرقه خبيث. فالانسان ينبغي ان هو يكون واعي قوي 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 لهذا العين، لانه ماكر ماكر ودهية، وبعدين عارف نقاط الضعف فينا كويس جدا، وعارف قوة الشر. يعني زي ما بيقولوا كده الإنسان متعري قدامه. يعني عارف نقاط الضعف فيه وعارف كل حاجة. وبعدين حاجة تانية، ربنا جعل لكل إنسان قريب من الشياطين، يعني ملازم. يعني كده قاعد معانا كل واحد، ليه الواد اللي قاعد ده مطلع على حاجات كتيرة من أسرارنا ومن خبايانا ومن نفوسنا ومن عيوبنا والآخرة، فعنده الداتا بتاعتنا. لو حب الشيطان الكبير يستخدمها، لو حب انه يقول له خليه يادي يعمل كذا، خليه يحرك كذا، بيعمل كده. فهي مشكلة ان احنا مرصودين زي ما بيقولوا للشيطان. الواحد فينا بقى كثرة المجاهدة مع كثرة الذكر مع كثرة الطاعات، والله بيمتلئ القلب بالنور، تمتلئ العزيمة بالقوة، تمتلئ النفس بالطاقة الطيبة، يمتلئ العقل بالخيرات والأفكار الرشيدة. بهذه الطريقة يسد كتير من المنافذ، بيهرب كتير من الشباك المنصوبة حواليه. ها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه، بيسدده، بيدفع عنه، ها. بينبهه، بيوعيه، بيبصره، بيرزقه من ينبهه، وهكذا. ففي النهاية تلاقي ماشي الحمد لله، مع أن الطريق كله ألغامه، ومع أن الخطط كتيرة، لكن بينجو، بينجو من الخطة دي والخطة دي والخطة دي، وعارف رب وربنا بيوفقه. رجله بتتحط هنا، ربنا مين اللي وضعها له في المكان ده؟ الله سبحانه عشان ينجيه. لو كان وضعها في الدائره الثانيه كانت تبقى ورطه. مين اللي نجاه؟ وعي الله سبحانه وتعالى.
شوف او علم الله به. فربنا سبحانه وتعالى بيلهم الانسان ان هو يكون ساعتها رشيد، يكون ساعتها مسدد، يكون ساعتها موفق. يبقى احنا محتاجين الى الله قطعا في كل لحظه. وزي بيقولوا من يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. من كثره خطط ابليس ومن كثره وعي ابليس بينا ومعرفته بينا قل من ينجو. ربنا اللي بينجينا. قل من ينجو. شوفي اذا طب مين اللي هينجو بقى؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه، يسدده، يزكيه، ينبهه، يبصره، يلهمه، يضع في سبيله اسباب للرشاد، اسباب للهدايه، اسباب للسداد عن طريق حدث معين ينبهه. شوف فكره معينه تطرح قدامه ينتبه. شيخ ولا انسان صالح ولا واحد صاحب وعي ومش عارف ايه يبقى في طريقه فياخد بايديه وهكذا كده، ترشيد وتسديد وتوفيق وفتح ابواب وتهيئات اسباب حتى ينجو الانسان. ولكن الله يزكي من يشاء. نسال الله ان يجعلنا من اهل التزكيه. امين يا رب. ناهد اهلا وسهلا. لو سمحتي عايزه بس اسال فضيله الشيخ. اتفضلي. انا في حاجه، انا الحاجات دي ما بتكلمش فيها يعني خالص، بس اللي من دول في حاجه وعايزه فضيله الشيخ يفيدني. انا لما باجي اكل او باجي اشرب بلاقي في حاجه قبل ما امسك الحاجه واكل الاقي في قذاره دخلت في بقي. انا نفسي افهم ده شيطان ولا بني ادم ولا مش عارفه ايه ده. لا يعني حاجه معينه بتدخل تشعري بيها في بقك ممكن يكون الاقي قذاره شديده كانه تهيؤ. يا حاج اخد رقم تليفون لسعادتك علشان اكلمك في حاجات كتير. كانه تهيؤ او شيء ممكن يكون حاجه نفسيه او حاجه بتتهيأ لك بهذا. عامة انت لا تنسي ذكر الله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاكل وقبل الشرب، ولو ذهبت الى طبيب يبقى خير. كمان الواحد كل ما بيكبر مثلا موضوع التهيؤ والوساوس والحاجات دي بتزيد سبحان الله. لا شك ان ده بيكون له علاقه قلنا بالناحيه الذهنيه، الناحيه الذهنيه والناحيه النفسيه والفراغ. الانسان كل ما يكون عنده شيء من الفراغ كل ما يكون الشيطان قريب منه قوي، لان الفراغ ده معناها وقت فاضي. طب والوقت الفاضي ده يبقى خلاص احنا عاوزين نشغله، فالشيطان بيلاقي فرصه ان انا اشغله وهكذا. الحاجه الثانيه بقى اللي النبي كان بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان منها اللي هي نفخه. ايه نفخ الشيطان ده؟ انه ينفخ في الانسان من روحه. هو روح اللعين ده كانت ايه؟ روح المتكبر، لانه قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لربنا أأسجد لمن خلقت طينة؟ يعني شايف نفسه هو من حاجة وآدم من حاجة تانية. الشعور ده مخلي إبليس يشعر بالتضخم الذاتي، فهو في طبعه الكبر. يعني من الصفات الأساسية لإبليس أنه متكبر، فلما ينفخ في إنسان يبقى ينفخ فيه نفس الطبع من نفس الروح، فالنفخ معناها الكبر. ولما ينفخ واحد في واحد كده يعني الشيطان يقعد ينفخ فيا اقوم انتفخ انا ابقى زي البالونه كده. طب ولما ابقى زي البالونه كده انا لو نفخت في المرايه ايه اللي بيحصل؟ الرؤيه ما تبانش، ضبابيه كده. او نفس الكلام البالونه كانها بتبقى على العقل فخلاص الواحد ما يشوفش كويس. يعني ده الكبر ولا ايه؟ اه والله اللهم عافينا يا رب. نفسه يفكر نفسه حاجه عظيمه قوي، يغفل عن عيوبه وعن خزاياه وما يتفكرش الا ايه؟ سماته الجميله ومزاياه. يفتكر المزايا للخزايا، يفتكر ان هو على شيء وهو مش كده. ولذلك هي دي اشكاليه خطيره، وهي العجب بالذات، الاحسان الظني قوي قوي بالنفس، بحيث ان هو في النهايه المشكله ان الناس اللي كده هم بيبقوا فاكرين ان هم حاجه كويسه. يعني مع ان كل اللي حواليهم شايفينهم ان هم يعيني ده مريض. يعيني ده مريض. ربنا يعيني يهديه ويشفي يا رب. صحيح كل الناس بيقولوا كده. صحيح. الا هو يعيني هو شايف نفسه حاجه ثانيه. حول ولا قوه الا بالله. عشان البالونه اتنفخ. هي دي حاجه بالرؤيه نفخه هو ده. اللهم عافينا يا رب. فالنفخه دي وعافي ولادنا وعافي حبايبنا يا رب يا رب.
النفخة دي معناها أنه يرى نفسه ولا يرى غيره. أوه. يحتقر غيره ويعظم ذاته ويعظم نفسه ويرى نفسه أنه هو عظيم قوي وهو في الحقيقة مش كده ولا حاجة. أنا وبس أنا واللي بفهمه بس. هذا الكبر والعياذ بالله. النبي بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا ذرة تضيع كل ده. يعني لو واحد جاي بأمثال جبال تهامة من الحسنات ومعاه ذرة كبر، زي واحد معاه 100 جالون من اللبن لكن حط فيهم نقطة بنزين بوظته. شوف اهو ذرة من كبر تبوظ كل أعمالنا. فخلي بالكم القصة دي خطيرة. وربنا بيقول إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يعني إيه؟ يعني مش هيوصل ولا يحقق اللي هو بيهدف إليه من وراء تكبره. إذا كان من وراء تكبره عاوز يصنع من نفسه شيء، مش هيعرف يصنع من نفسه شيء. ليه؟ ربنا بقى. أيوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى سيفسد عليه خططه. ما هم ببالغي. سبحان الله. ما هم ببالغي. يعني إذا كنت عاوز تعمل مش عارف إيه، رأيك إن ربك سبحانه وتعالى سيصغرك في أعين الخلق ويحقرك في أعين الخلق. وعلى فكرة يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يدوسهم الناس بأقدامهم من حقرتهم. نمل يعني. كأنه نمل. كأنه نملة مش باينة. 100 منهم في وزن شعيرة. الميت نملة الصغيرة دول، اللي هو الذر الصغير ده في وزن شعيرة، حاجة ملهاش وزن. هو عامل نفسه كان منتفخ في الدنيا، طب تعالى في الآخرة بقى نشوف حقيقتك ايه يا متكبر. الكبر هو ايه؟ النبي بيقول بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يبقى قدام الحق وبرضه مش قايل ان هو حق. يبقى قدامي ان فلان ده هو له حق، لا انا مش هقول اني لي حق، ده كبر ده. قدامي ان ده الظالم وده العادل، لا انا مش هقول كده. ده الحق وده الباطل، لا مش هقول كده. ده الخير وده الشر، لا مش هقول كده. ايه اللي منع؟ ليه؟ لان انا بس اللي بفهم. ايوه. ما هو انا عندي كبر. لا، هو ايه اللي منعه انه يقول؟ اصل لو اعترفت وقلت ان ده الحق يبقى طلعت انا غلطان قبل كده. لا، ما غلطش نفسي. ما غلطش نفسي. وما اعتذرش عن خطأ انا وقعت فيه. ده انت متكبر. بطر الحق، او ده النبي قال بطر الحق، غامط الحق، ان انا في النهاية اخفي الحق ده وان انا لا اعترف به. ايه رأيك ان كثير من الناس النهاردة عندها البلا الازرق ده؟ حتى لو ما كانش عنده مال ولا جاه ولا اي حاجة، لكن عنده حاجة في نفسه تمنعه ان يعترف بخطأ. الانا العالية. الانا العالية. عليت قوي. وان يقول له في النهاية طب انت طرحت غلطان اهو، ما هو الواقع بيقول انك انت طرحت رؤيتك غلطان. برضو لا، مش عاوز اعترف. ليه انت مش عاوز اعترف انك انت طرحت غلطان؟ يعني انا اطلع على مؤاخذة يعني؟ لا مؤاخذة يعني عشان تقول عليه لا مؤاخذة يعني كذا، انا كنت قبل كده كذا، ما بفهمش. فمش عاوز. ايه ده؟ قال لي بس ده الحق يا اخي. لا مش عاوز. وغمط الناس، يحتقر الناس، يظن ان هو من طينة والناس من طينة تانية، ان هو من طبقة والناس من طبقة تانية. وهكذا. اخر حاجة بقى، اخر حاجة نلحقها بقى قبل وقتنا ما يخلص. طيب، نفه. النفث بالثاء مش بالسين. بالسه زي ما تعلمنا في المدرسة. بالسه. اللي هي الثاء. ثلاث ايوه نقط فوق، اللي هي نفه. النفث ده على فكرة اللي هو النفخ مع شيء من الريق. انا عندي ثلاث حاجات، نفخ ونفث وتفل. النفخ هوى بدون ريق. طب والنفث؟ هوى بريق بسيط كده، يعني كأن فيه ريق طالع بس بسيط. انما التفل لا، ده فيه بصاق او فيه اقصد ريق طالع معاه بقى جامد. يبقى انا عندي نفخ ونفث وايه وتفل. السواحر اللي كانوا بيعملوا سحر زمان كان يعملوا العقد، ربنا ومن شر النفاثات في العقد. كان ينفخوا فيها لتعويذ السحر. لتعويذ السحر تنفخها من ريقها الخبيث، تنفخ في العقده بتاع الخيط اللي بتعقده. فهنا كأن الشيطان بيلقي في الإنسان شيء من ريقه. إيه ده بقى؟ إيه ده يعني؟ هيطلع إيه من الإنسان لما يتنفخ فيه؟ يعني لا أبدا. إيه؟ هيطلع كلام كذب. يطلع كلام افترى. يطلع كلام يقلب الحقائق زي السحر ما بيقلب. ما هو بقى كلام الشيطان، اللي هو كلام الشيطان. لذلك ورد من السادة العلماء تفسير النفث بأنه الشعر. قال له يعني يقول شعر؟ طب هو الشعر ده وحش؟ لا، الشعر المعهود بهذه الصفة، اللي هو أنا بقى معهود بهذه الصفة، اللي هو بيغير الحقائق. يعني يمدح واحد فاسق، يمدح واحد ظالم،
يقبح واحد صالح يحسن الشهوة، تغيير الحقائق، يحسن تغيير الحقائق. الشعر ده كان زمان بطريقة الإعلام زمان هو ده إعلام العرب، إعلام العرب إن هو شعر يغير الحقائق، اللي هو كان بندرسه في المدرسة الهجاء والمش عارف إيه، بس هجاء بغير حق. أيوة تغيير حقائق. نفس الشيطان يعني الشيطان بقى ما هو فيها بقى شر بالضبط كده، فيغير الحقائق يثير الشر بقى. النهارده لو اتكلمنا بنفس اللغة في أي أجهزة إعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو مكتوبة أو أي حاجة ونغير الحقائق فده بدأ من نفس الشيطان. الشيطان بيلعب بالأمور وبيغير الأمور على الناس. يبقى نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان همزه ونفخه ونفثه. آمين يا رب. طيب احنا بنشكر حضرتك طبعا جدا، وبنشكر مشاهدينا.